حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين، مستمرين إياكم بمشوارنا الصباحي من بعد ما استمتعنا بفقرة الرياضة. وصلنا وإياكم إلى فقرة يا هلا بالضيف. اليوم تضحيات الجيش الأبيض لا تقل عن تضحيات جيشنا الباسل في مواجهة كل ما يهدد سلامة وصحة المواطن العراقي. الجيش الأبيض اليوم هم خط الصد الأول في مواجهة جائحة كورونا. راح نتناول كل ما يتعلق بهذا الموضوع مع ضيفنا اللي ينضم إلى استوديو نسمات زاغروس، الدكتور جاسم العزاوي المتحدث باسم نقابة أطباء العراق. حياك الله دكتور. حياكم الله عزيزي وصبحكم الله بالخير. شرفتنا بتواجدك. سلامكم الكادركم والجمهور. الله يحفظك للجميع. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. سعيدين بلقائك. بالحقيقة اليوم الموضوع بدأ يستوى خاصة بالعراق في ظل الأعداد المتزايدة والإصابات الكبيرة وحتى أعداد الوفيات التي وصلت إلى ما يقارب 1000 أو أكثر. اليوم دعنا نتحدث عن الكوادر الطبية بتقديمهم المستمر لمساعدة المصابين. بعض الأحيان يعني خلي شوي أتحدث عن الإساءة التي ظهرت من قبل بعض ذوي العقول المتخلفة، يعني دعني أتحدث بهذا الصميم، الاستهانة بقدرات كوادرنا العظيمة لجهودهم العظيمة. اليوم أنه إحنا نحييهم ونقدم لهم أحر التحايا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم اليوم، لأنه هم موجودين أمام هذه الجائحة بحد ذاته، والبعض يتهمهم بالتقصير لكن نحن نرى أمام أعيننا غير ذلك. بارك الله فيك ونشكرك على هذا الإشادة بالكادر الطبي بشكل عام. وأصور لهم خلينا بالرياضة أحسن من حكي على كورونا والعودة لهذا الموضوع. أولا بالنسبة للأطباء، هو هذا ديدنهم وهذا هو شغلهم، ترى من قبل الجائحة وفي الزمن الماضي الحروب والمجاعات القسم اللي بقوا بداخل العراق هو هذا شغلهم، بس كانت العلامات ما مبينة والناس تنتقدهم بسبب سلبيات بعض الأطباء وقسم من عندهم بسبب التخلف والجموح اللي عند بعض البشر المنفلت اللي قد يحتدي على الأطباء. بالوقت الحاضر صار تقالب بين الإعلام وبين المجتمع وبين الأطباء ما مر به هذا التاريخ العراقي، فلذلك كنا نكتشف أنه الأطباء شنو شغلهم الحقيقي. شغلهم الحقيقي هو الحفاظ على الإنسان جسداً نفساً روحا مجتمعا. لهذا هسه احنا بالوقت الحاضر نقول احنا والاعلام والكوادر العسكريه كنا في قارب واحد لنمشي بالوقوف بوجه هذا العدو، والجائحه هو عدو. نعم. قد يكون تسالوني ليش عدو شنو وعدو مجهول اصلا. نعم عدو مجهول، بس انا اقول لك حضرتك وتعذريني على كلمه اقول لك، فرضا وافتراضا انه هو عنده عقل وعنده خطط وعنده ثغرات يدخل من عندها بالضبط. بعد ما اني درست كل التوجهات اللي موجوده بالعالم للفيروس اكتشفت انه عنده خطط يخطط، بس هاي الخطط هو ما عنده عقل ولا هو كائن حي، بس مع ذلك افتراضا نقول. لذلك لما نتعامل وياه يجب ان نتعامل وياه من هاي الطريقه، طريقه انه هو عدو ده يحاول أن يهاجم الكيان الإنساني في كل مكان بالعالم وهو خفي. نعم. لذلك لما يجي هذا العدو اللي هو المشكلة الأساسية هو هذا الهجوم الجاي، يلقى ثغرات داخل المجتمع والثغرات كثيرة. نعم. من الثغرات اللي موجودة ضعف نظامنا الصحي التعبان جدا. نعم. قبل الجائحة هو تعبان ما كان يقدر يؤدي الخدمات الصحية العادية. في نفس الوقت الوعي المجتمعي نقول في المجال الصحي حتى لا نروح أنه نتهم بالحكي على المجتمع، في المجال الصحي من كبير القوم إلى أصغر واحد كلهم عندهم جهل في موضوع السلوك الصحي والثقافة الصحية. الشيء الثاني الإمكانيات المعاشية للمواطنين تعبانة جدا، ما يقدرون أنه يتحملون الوضع والحظر. الشيء الآخر أكو عندنا عقائد وعندنا أفكار وعندنا علاقة بين الدولة والمواطن هاي مو زينة. أكو مجموعة من فرضيات ببال الناس يتابعوها وهذا هم جزء من الوعي، وتعليمات الدولة ما يلتزمون بها لأن أكو نوع شوية من الخلاف. الإضافة إلى هذا أنه وزارة الصحة ما عندها فلوس، هاي الثغرات استغلها العدو. يعني هاي عبارة شلون المي الجاي ويلقى له طرق يدخل من عندها، فنفس هاي الأمور كلها استغلها العدو ووصلنا به إلى هاي النتيجة. نعم دكتور، ايضا احنا نشوف بعيوننا يعني كثير من الكوادر الصحيه تعرضوا الى اصابات نتيجه. نعم. الملامسه او الاصابه المباشره من قبل المصابين بالفيروس في اماكن الحجر الصحي. اليوم كيف المعنويات عند الجيش الابيض؟ والله المعنويات عاليه، والا لو لم تكن المعنويات عاليه ما كان صارت الاصابه، بما معناها هم قاعد يصدون العدو، دا يهجمون.
نعم. الخط الأول إحنا فقدنا من عنده 500 وكسور من الأطباء. عدد كبير طبعا. أنا أقول لك ربع القوة المدرب خسرناه. يعني الخط الأول الساتر تقريبا ربع أو يجوز أكثر في بعض الأحيان. ثانيا إذا أخذنا من ناحية الأخوة الممرضين والممرضات والتقنيين والمختبر وسيارات الإسعاف والسواق وغيرهم أعداد كبيرة جدا. بس هاي كلها تكون أمام العدو اللي جاي اللي يكتسح شكو ماكو بالموجود عوائلنا وأهلنا. فالأطباء لحد الآن هم صامدين. هاي الأمور يراد لها شوية انتباه من الدولة أنه يزيد الاحتياطات، تحاول قدر الإمكان أن تعزز القوة البشرية في سبيل أنه تقويهم حتى يقدرون يصمدون أمام الهجوم. وفي نفس الوقت يعني الإشاعات اللي تطلع بالمجتمع هاي يراد لها مكافحة، مكافحة شديدة. عيب على واحد طبيب دي يموت في سبيله يجي يقول والله الطبيب يأخذ رشوة. رشوة منين يأخذ؟ من مريض كورونا؟ شون راح يأخذ من عنده رشوة؟ فأكو أمور من هالأمور. هو الحديث كان يعني بالنقلة مثل ما كان، يعني هو يقال أنه كل شخص يتوفى بفيروس كورونا تكون إلى مخصصات من قبل نقابة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية 8 مليون دينار عراقي. صحيح هذا الكلام؟ أبدا مو صحيح. نهائيا مو صحيح. ومنظمة الصحة العالمية رأس الشهر الجاي راح تعلن إفلاسها وتقعد عن الشغل، لأن هي تمويلها 30% أو 40% من أمريكا، وأمريكا قطعت عليهم التمويل. نعم. والصحة العالمية هي تريد من عندك ما تنطي. نعم. يعني هي تريد أنه إحنا العراق أكو تضامن عالمي في كل مكان بالعالم سوى منظمة الصحة العالمية، كل دولة لها حصة بتمويل هاي. نعم. فهي تأخذ من عندك. فشي اسمه فلوس 8 ملايين 200 دولار ما أدري شنو، أبدا أبدا نهائيا ماكو. لذلك اليوم لاحظ الإشاعات يعني تظهر بصورة جدا كبيرة. دكتور دعنا نتحدث عن أعداد الإصابات. يوميا نسجل ما يقارب 1000 و1600 1800، وأعداد بدأت متزايدة. يا ترى مدى صحة هذه الأعداد، وهل هي الإصابات وصلت إلى الملايين أم مجرد هذه الأرقام التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وبنفس الوقت على الصفحة الخاصة بوزارة الصحة هي تطمية للمواطن وبسبب عدم إثارة الرعب والخوف؟ لكن دعنا نتحدث بصريح العبارة، اليوم هنالك أعداد أكبر من هذه الأعداد في ظل يوميا لنسجل أعداد خطيرة وكبيرة بنفس الوقت. كلام جميل. وزارة الصحة تحاول أنه ما تسوي الرعب، هاي حقيقة، لأن هو أي رعب معناه يؤدي إلى خلل نفسي بداخل الإنسان وبالتالي يصير طاقة سلبية وتقل المناعة. فإذن على وزارة الصحة القائد الحقيقي هو اللي يبقى قوي وشامخ. بس هذا لا يعني أنه وزارة الصحة ضم المعلومة، ضم المعلومة ممنوع، يجب أن تكون شفافية بالمعلومة. فالأرقام اللي تطرحها وزارة الصحة عندهم هم إمكانية لإجراء 10,000 فحص يوميا. الفحص الواحد يكلف 50 دولار، واحسب يعني هاي من ناحية الإمكانيات. هاي توزع على كل العراق، فتصير حصة كل مستشفى هذا العدد يشتغلون به. هاي الساعة 8 الصبح إلى الساعة 9 كلها تخلص، لأن أكو ناس لازم ينسر من البارحة على مود المسح، فيبقون أكو ناس بدون مسحات. فعشر تالاف مسحة يومية تصعد لل 11 تنزل لل 8 وهكذا. بنطلع من عندهم 1600 البارحة، يعني معناه من كل 10,000 فحص 1600 بما معناه 16%. فهي 16% من العينة اللي أخذوها، ولو هي هاي العينة ليس عشوائية وممكن أن تعمم على المجتمع، بس إحنا افتراضا أنه نقول إذا أخذنا المجتمع كله وسوينا كله فحصات فحوص بي، إيش قد راح تطلع النسبة؟ ك16% ك10% نحسبها من 40 مليون إلى إيش قد. فأكو أعداد ما صارت لهم فرصة للفحص موجودين بس هم مرضى، وأكو ناس صحتهم زينة، يعني 80% من مرضى كورونا صحتهم زينة شباب، الله يخليك إن شاء الله. الله يحفظك دكتور. الله يخليك، يعني مثلكم مر عليكم كأنما هي نشلة كأنما فلاونزا، والشباب ما يهمهم يقول لك شنو يعني. نتيجة قوة الجهاز المناعي وقوة الجسد. نعم. وموجود عدم وجود أمراض أخرى تضعف الجسم، فلذلك حتى فحص ما يفحص 80% هم
من الناس اللي حالاتهم بسيطه اللي اصلا ما يوصلون للفحص، لذلك احنا نتوقع انه تكون الاعداد افتراضا اكثر من هذا الرقم بشكل كبير، بس هل هاي الارقام صحيحه؟ اقول لك نعم صحيحه، لان هم يسوون 10,000 فحص تطلع هاي النتيجه وما يقدرون يضمون من عندها ولا رقم. بس شنو اكو شغله قد يكون انه احنا نحكيها، انه الفحص اللي يطلع اليوم ليس بالضروره انه مال اليوم نتائج ماله، هاي يجوز مال قبل اسبوع. كل ما تجمعتهم مجموعه من النتائج طلعت يعنوها بنفس اليوم، بس قسم من عندها مال البارحه، قسم مال اول البارحه، قسم مال كذا، فمتجمعه، لذلك العشره اللي يسحبوها اليوم مو بالضروره ان يطلع معتهم 1600 اليوم. بس الرقم اللي طلع موازي للعشره 1600. طيب دكتور، كيف اليوم بصدد موضوع العدد، كيف اليوم يتم آلية جمع الأعداد وتكون النتيجة دقيقة اللي آخر شيء وزارة الصحة العالمية تظهرها أو تعلنها لكل اللي يحب يأخذ فكرة عن عدد المصابين والملامسين؟ احنا نشوف موقع الخاص بوزارة الصحة في نهاية كل نهار وبداية الليل انه ينشرون على موقعهم الرسمي عدد الإصابات والملامسين والمشافين من هذا الفيروس الوبائي. كيف هي الآلية اليوم اللي يتم العمل بها وفق انه تحصلون كل هاي المعلومات من كل مشافي العراق؟ هو مثل ما قلت لك مخصصين اليوم لهذا اليوم هلقد عدد المسحات، فتوزع حسب عدد السكاني، قسم يروح البصرة، قسم يروح الأربيل، قسم يروح الموصل، قسم يروح إلى بغداد، قسم إلى كذا، فتوزع. هاي اليوم راح توزع، توصل إلى كل دائرة الصحة، دائرة الصحة توزعها على المراكز اللي هي تجري بها الفحص، وكل مركز استلمت من 10، نريد من عندك 10 أسماء سلمتها، فهو يستلم بتوقيع وسجل ومشرف من الدائرة الصحية ومن الوزارة ومن منظمة الصحة العالمية، ويجون الفحص وتسلم هاي الأمور لهم. المختبر يطلع نتائج تسلم رأسا إلى اللجنة، اللجنة تقيدها ما يفلت بها ولا رقم، بس مع ذلك إحنا هاي من ناحية المبدأ، كل شيء بالدنيا أكو بنسبة خطأ مقبولة مستحيل. ثانيا الفحص اللي إحنا نستخدمه إحنا معتمدين على المسحة، حساسيتها وقدرة نجاحها على تشخيص المرض 70%، تمام، يكون 30%، وإذا بظروف صعبة مثل العراق يجوز أقل من 70%. جيد. طيب دكتور، خلينا نتحدث اليوم، هنالك مخاوف من قبل باقي الأشخاص اللي غير مصابين بفيروس كورونا أنما مجرد أن واحد يتعرض إلى نوبة قلبية لا سمح الله أو إلى أي ظرف صحي خطير يتخوف أنه يزور المستشفيات. ليش؟ لأن المستشفيات بنفس الوقت كلها أصبحت هي حجر للمصابين وبنفس الوقت مكان لمعالجة المصابين. ما هي الإجراءات وما هي النصائح تقدمها للأشخاص اللي ممكن يتعرضون إلى أزمة صحية نوعا ما؟ ما هي الإجراءات اللي يتم اتخاذها أفضل من أنه يتوجه للمستشفى، لأن أشخاص مجرد أنه راحوا للمستشفى وانصابوا من داخل المستشفى؟ إحنا إضافة إلى أنه المستشفيات هي ملوثة مثل ما تفضلتي قد يكون بكورونا، عياداتهم كانت ما موجودة، فكانت مشكلة مرضى الأمراض المزمنة والأمراض الطارئة مشكلة كبيرة، كانوا يعانون، طريق ممنوع، عيادة مع الأطباء ماكو، مستشفيات تستقبلهم أو ما يخافون يروح لها ماكو، فكانت معاناة كلش كبيرة. احنا اقترحنا على الدولة بوقتها كنقابة أطباء، قلنا لهم عزلوا المستشفيات الخاصة بكورونا عن المستشفيات الأخرى وأعلنوها، مثلا اتركوا الرصافة، لنفرض انه مستشفى الكندي للحالات العامة، الانسان يلقى له درب وجمعوا الاطباء بها وخليه يشتغلون، وممكن المستشفيات الاخرى مدينة الصدر مثلا احد المستشفيات والباقي تصير بها، بس هم لوجستيا وحسب الامكانيات ما عندهم هيك قدرة. والمراجع يجبرهم، يعني لما يجي واحد كورونا الى مستشفى معين كمستشفى الكندي ما تقدر ترجعه، راح يعتدي وراح يعيط وراح يصيح وراح يسجل وينشره صح بالتواصل الاجتماعي. وثانيا هم الامكانيات ماكو اصلا، هو نظام صحي تعبان، كل اللي سووه هم فرغوا قسم تقريبا نص الاسره في كل مستشفى خلوها الكورونا وهسه امتلأت، لذلك احنا قمنا نبحث عن امور اخرى ان نلقى بها مكان، معرض بغداد الاقسام الداخليه حتى ذولا ان يهمون المرضى، فتبقى مرضى الاخرين ماساه كبيره، بس اكو مستشفيات لا تزال تقبل. وثانيا هو المرض ما ينتقل بالهواء، بس الناس تخوف، هي الملامسة. ثلاث أشياء جدا بسيطة، هو ما إلى علاج ولا إلى لقاح، الشغلة الوحيدة للقضاء عليه هو منع انتقاله، منع من دخول جسمي
وامنع جسمي اذا بي اني من الناحيه الانسانيه ان اعدي حبايبي واقربائي واصدقائي واهلي. فانا اذا عندي هيك احساس اولا احافظ على نفسي واحافظ على اهلي وقرايبي، اذا لازم التزم بالتعليمات، والتعليمات هن جدا بسيطه. بس لو المجتمع انا اتعجب ليش ما يطبقوها، بس لو يلتزمون بها. تباعد اجتماعي هاي قاعدتنا احنا نظيف اطلاقا. متر بيننا وبين الشخص المقابل اذا سويناها متر ونص مثل ما هسه بعد احسن. احاول قدر الامكان اني جاي ما امسك اي شيء، خلي امسك ملابسي. لذلك هسه اذا تشوفون اني هالشكل هاي خليها هنا وايدي تكون هالشكل، انا كياني هذا جسمي لابس كف وامسك جسمي فقط، ما احاول ان امسك حتى الباب احاول ما اطخه. وفي نفس الوقت نفس بوجه او عطسه قد توصل الى بعد، هاي الامور اقدر اتجنبها بكل بساطه، اذا ما عندي كلينكس انا اقدر اسوي هالشكل. نعم. جيد. تغذيه زينه والخروج من البيت بدون سبب هاي ما لها داعي. من يكون عندي سبب لها انا اخذ بالي انه المكان اللي رايح له سواء سوق سواء خضره او شيء احتمال اكو واحد مريض. اذا هسه انا حتى اخلص من البواب اتوقع نفسي مريض ما انقله الى حبايبي، واتوقع المقابل مريض حتى لا انقله لنفسي وبالتالي انا انقله لاهلي. من اخذنا هاي المعادله هي مو قضيه يصير كره، الكل يصير تعارف يصير عرف، بدل ما كنا نتحاضن هسه كل واحد يسوي هالشكل نكون كلش فرحانين، والمحاضن راح وقت. فاحنا من نتبع هاي الامور نتبعها ترى نخلص انا اقول لك من 50% من مشاكل، ما 100% ماكو، لان هو مثل ما قلنا لا الى علاج ولا الى لقاح. قد يكون يصير هسه حكي على الدول الروسي او الدول العراقي او الدول الامريكي، فهاي كلها ادويه تجريبيه لحد الان لم يعترف بها كادويه مضاده للكورونا. طيب دكتور، من بين الامور اللي سمعناها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انه اكو مستشفيات بالعراق او في بغداد تحديدا تم بنائها قديما من قبل شركات يابانيه، وكان التصميم لهذا هذه الشركات لهذه المستشفيات بوجود ساحبات هواء وعمليه التكييف بها تكون عن طريق التكييف المركزي، لذلك كل اقسام المستشفى تكون مترابطه فيما بينها، لذلك ينتقل الفيروس من ردهة الحجر الصحي إلى باقي الرده وباقي الصالات. مدى صحة هذا الكلام؟ كلامك يعني هذا من حيث النظرية صحيح 100%. نعم. مستشفيات اللي عندنا كلها قديمة، نظام التهوية مالتهم نظام السيركل يعيد الهواء. نعم. هذا النظام قديم، هسه الأنظمة الجديدة المستشفيات دافع الهواء ما ينسحب، ضغط هواء بارد ويطلع يروح. هاي قد يكون النظام الجديد يساعد كبيرا بشكل كلش كبير. وثانيا هاي المستشفيات مخصصة علما للأمراض العادية، ممنوع استخدامها علما للأوبئة من حيث المبدأ. بس إذا أنت مجبور وقضية طارئة بعد ما عندك مانع حتى تأكل الخشب، لذلك اضطرينا أن نستخدمها. الشيء الآخر والمهم يعني فيها جانب من الصحة دكتور، جانب من الصحة من حيث المبدأ قلت لك هذا، لكن إذا هي اليوم مستخدمة فعلا إذا صحيح هذا الكلام. هسه احنا جايين لهاي النقطة. نعم. هذا الفيروس ما ينتقل بالهواء، هذا ينتقل بالرذاذ، القطيرات اللي تطلع من الفم وتنقل مباشر، ما يتطاير بالهواء. لذلك ما راح ينسحب وما راح يداور لغرفة اللخ. بس شنو اللي ينسحب ويداور لغرفة اللخ؟ المستشفى ترى عبارة عن مرتع من البكتيريا، يعني مريض يجي مريض يدخل المستشفى على مود يعالج، البكتيريا مالته راح تعيش بالأجواء وهاي ممكن يسحبها جهاز التكييف ويحولها، الإنفلونزا ممكن يسحبها ويحولها، أمراض أخرى ممكن أن يسحبها ويحولها. بس هنا في موضوع كورونا هو عبارة عن انتقال مباشر، اما من خلال تلامس وتخليه بخشمك او يجيك مباشره، فهاي النقطه قد يكون ما راح يسبب مشاكل، ولحد الان ماكو دراسات عليها وما طلعت فد شيء دراسه عليها، يعني ما طلع انه مريض نايم بهاي ردها ومريض اخر بردها لخ انعدى، اللي جايين كلهم هم مروه، فهاي اللي تفرق.
تمام. طيب دكتور خلينا نتحدث عن بعض الكوادر الطبية اللي موجودة داخل المستشفيات اللي هم بعيدين تماما عن المصابين وحتى الملامسين، لكن مع الأسف اليوم نشهد أيضا تسجيل حالات إصابات لأعداد من الكوادر الطبية. يعني هل اليوم أصبحت المستشفيات بحد ذاتها موبوءة وممكن اليوم احنا نكون عرضة أمام الآخرين مجرد هو يكون ملامس أو غير ملامس أن هم اليوم ده ينصابون؟ هو وباء، الوباء معناها سريع العدوى، فأي تلامس وياه يصير عدوى، هاي ما تقبل نقاش. فإحنا إذا رحنا إلى واحد أبو كورونا سواء بالمستشفى أو ببيته أو بغير مكان، احتمال العدوى من عنده حدوى كل حتى الملامسين ممكن أنه يأتي، حتى الملامس ممكن حاملها ويجي. بالنسبة للأطباء، أطباء إحنا خسرنا مثل ما قلنا بحدود 500 وكسور طبيب، واستشهدوا عندنا بحدود 10 لحد الآن من كبار الأطباء، وأعداد كبيرة من الممرضين والممرضات ومن التقنيين وأطباء المختبر وموظفين المختبرات وحتى من كل مكان. وسمعنا إحنا بالله يرحمه أحمد راضي، رجل بصحته الله يرحمه ورحمة الله، ورياضي وقع، وهذا تنبيه لكل الناس، ترى مو بس الكبير يتمرض، حتى الشباب يتمرض. ولاحظنا البارحة مات واحد مولد 61، يعني صديقنا، كل شيء نبي شخصوه اليوم الصبح كورونا مات بالليل الله يرحمه، وهو يعني بطل مو بس هالشكل، عمره ما ماخذ حباية. فإذا إحنا يجب أن نتوقع الأطباء داخل الردهات وباحتكاك ويا المرضى، الملابس اللي يلبسوها خاصة، بس الملابس ما تتوفر. متى جودة هذه الملابس المتوفرة للأطباء؟ المفروض جودة عالية؟ كل شيء بالدنيا أكو بنسبة خطأ، يعني خلينا نقول 90% تنطي بروتكشن، بس إحنا هذا الطبيب راح يكون بين المرضى، فتجي فيروس من هذا المريض، تجي من ذاك المريض، تجي تتجمع عنده، شقد ما يحمي نفسه، 10% اللي موجودة الخطأ ممكن تتراكم عنده، لذلك هو عرضة للإصابة. ثانيا هاي الملابس ما تنحمل، أنا ألبسها بالعيادة كل ساعتين لازم أقعد ربع ساعة أنزعها وأبدل جديد، لأن ما حارة جهنم، فهاي شغلها المفروض ساعتين، يلبسوها 8 ساعات بسبب شحتها. هاي الأمور كلها. ثانيا الأطباء في بعض الأحيان، وهاي ترى حقيقة، من يشوف قدامه مريض يذب نفسه، يعني من يشوف واحد قدامه دا يموت خوف ما يبقى يقولهم يبقى يتفرج، يحاول قدر الإمكان أن ينقذه. ويا ما ماتوا أطباء، يعني إحنا حتى بالسبعينات أطباء ماتوا بالأوبئة أو بالكوليرا، راحوا أطباء لأن إحنا هاي الأوبئة مارين عليها على مدى العصور، يعني مار وباء الكوليرا بالملاريا بالبلهارزية، يعني هواي أمور، فلاونزا الطيور من إجاد، فلاونزا الخنازير، جنون البقر. دكتور خلينا نتحدث عن جاهزية الأماكن الجديدة اللي تم فتحها من قبل وزارة الصحة اليوم بسبب عدد الإصابات اللي ازداد بشكل كبير ومفاجئ، تم استحداث أماكن كأجنحة في معرض بغداد الدولي، وتم استخدام أيضا الأقسام الداخلية للطلاب. اليوم المستلزمات اللي تم إيصالها لهذه الأماكن هل هي كافية؟ أي أولا. ثانيا ممكن أنه راح نصل إلى مرحلة يكون عندنا نقص في المستلزمات؟ هي بالتأكيد يجب أن تجهز أسوة بالمستشفيات، بالأكسجين، بالأجهزة، بالمغذيات، بكل شيء، وبالكوادر البشرية كلها لازم تكون جاهزة حالها حال أي مستشفى آخر، فهذا هو بالضرورة هالشكل. لحد الآن تقريبا هم على أبواب أنه عندهم 2000 سرير اللي جهزت، وبالنية أنه يصعد إلى 2000 4500. طبعا هي مو سهلة جدا، كلش مو سهلة، لأن إحنا خلينا نفكر بشغلة، أنه وزارة الصحة قاعد تشتغل بدون ميزانية، ما عندهم فلوس، لا الحكومة نطتهم ولا وزارة المالية نطتهم، فلس واحد ما نطوهم، يعيشون على التبرعات، تبرعات جتي داخلية وتبرعات جتي من دول أخرى من برا، فهاي قاعد يتصرفون بها. لذلك هم لجأوا علما إلى الوزارات الأخرى، يعني وزارة التجارة أنطينا معرض بغداد، رتبي لنا التبريد، رتبي لنا كذا، ويا حبذا لو عليك جيبي لنا أسرة تخليها والباقي علينا. فهم سووا هالشكل، راحوا إلى وزارة التعليم العالية بهاي الأقسام الداخلية، أنطوناها بتدفئتها بتبريدها ما أدري شنو، وإحنا نحاول أن نرتبها. فالوزارات الأخرى قامت تساعد،
واكو مناطق اخرى راح تصير، بس هو يجب ان تكون جو مستشفى وامكانيات مستشفى وبكل التجهيزات وبكل الأدوية. طيب دكتور، يعني تعقيبا على كلامك، انت ذكرت انه اكو فد نقص بالتمويل، نقص كبير. نعم. اليوم كيف اذا استمرت هذه الجائحه لاشهر ممكن انه نصل الى كارثه؟ حبيبي، وزاره الماليه اكو نص، كل شيء بالدنيا اكو، كنا هسه انت وحضر والاخت واني البنت، العفو بنتي، كنا نضمن فلوس ليوم الطوارئ. نعم. اكو واحد ما عنده حتى أكيد. العجوز نعم. مالتنا تقول لك هاي فلوس الدفنه. صح مو؟ فالدوله هم عندها فلوس للطوارئ، وين راحت الفلوس؟ هاي ما ندري بها. من اجت وزاره الصحه وطالبتهم قالت لهم احنا اكو انقص منها الطوارئ، هاي اعطونا بنشتغل، نظامنا الصحي تعبان الى ابعد الحدود، هو والماكو سور، اعطونا خلينا نشتغل. قالوا لهم والله خلينا نشوف. رجعوا ناقشوهم قالوا ما نقدر نعطيكم ولا فلس، هم اصلا ما عندهم فلوس، ما ادري وين مديها. جابها ليش؟ قال لهم لان ماكو عندنا بالحقول اللي موجوده ضمن المصاريف اللي تصرف ماكو شيء اسمه طوارئ صحيه. اكو طوارئ فيضان، اكو طوارئ، هو موجود بكل دول العالم، لكن بالعراق مع الاسف انه تم الغاءه مباشره. كل الشكر لك ضيف الكريم، كان بودنا ان يطول الحديث اكثر ونتحدث بمفاصل. شرفتنا بتواجدك ويانا اليوم دكتور. حاضر لكم وسعيد بهالشباب الحلو. الله يحفظك ويحفظ كل كوادرنا الطبيه. تحياتي الى قناتكم. شكرا جزيلا لحضورك. تحياتي لك. اذا مشاهدينا الاكارم، ساعتنا الاولى شرفت على الانتهاء، اكيد رح تلتقون في تمام الساعه الثانيه وفقره الابراج دائما مع ميس الامير، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا يعني.